لو نظرت لوجه إنسان تعرفه ستقوم الخلايا العصبية في الطبقات الأولى بتقطيع الصورة إلى خطوط طولية وخطوط عرضية بزوايا مختلفة، ثم ترسل خلايا الطبقة الأولى لخلايا الطبقة الثانية هذه الخطوط فتقوم بجمعها لتكون أشكالا هندسية صغيرة، ثم ترسلها إلى الطبقة التالية فتجمع الأشكال الهندسية لتكون الأنف والعين والفم، ثم إلى الطبقة التالية فيتكون الوجه في النهاية، فتتعرف الخلايا الأخيرة على الوجه المعروض. هكذا تعمل خلايا المخ أيضاً، معلومات مجزأة تتراكم لتصبح كاملة في النهاية، وفي ظل ذلك نتمكن من التعرف على الشخصيات في الطبقات العميقة من المخ.